اللي يتعرض له اليوم عدلان ملاح ممكن يكون مصير أي صحفي منكم، أي صحفي جزائري، سواء في السمع البصري، في الصحافة المكتوبة، ولا في الصحافة الإلكترونية. اليوم نطالب فقط بحق عدلان المشروع، وهو المحاكمة العادلة والخروج يوم 23 بقرار قضائي لا قرار سياسي. خايفين على أخونا عدلان ملاح أنه يلقى نفس مصير محمد طمالت رحمة الله عليه. عدلان ملاح تعرض لعقوبة سياسية بامتياز، طريقة اعتقاله، طريقة سجنه، انتهاك حقه في المرافعة، وكل ما حدث له أمر خطير. أنا متخوف أنا في يوم من الأيام ربما يحصل لي أنا، يحصل لزميل آخر. فيه صحفيين ممنوعين من السفر، الصحافة ليست إرهاب.